أبو فراس الحمداني هو الحارث بن سعيد بن حمدان، ولد في الموصل واستقر في بلاد الحمدانيين بحلب. وقع مرتين في أسر الروم ونظم في سجنه الروميات، وهي من أروع الشعر الإنساني وأصدقه. قال أبو فراس: أراك عصي الدمع شيمتك الصبر، أما للهوى نهي عليك ولا أمر؟ بلى أنا مشتاق وعندي لوعة، ولكن مثلي لا يذاع له سر. إذا الليل أضواني بسطت يد الهوى وأذللت دمعا من خلائقه الكبر. تكاد تضيء النار بين جوانحي إذا هي أذكتها الصبابة والفكر. معللتي بالوصل والموت دونه، إذا مت ظمآنا فلا نزل القطر. وما هذه الأيام إلا صحائف لأحرفها من كف كاتبها بشر. سيذكرني قومي إذا جد جدهم، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. فإن عشت فالطعن الذي يعرفونه، وتلك القنا والبيض والضمر الشقر. وإن مت فالإنسان لابد ميت، وإن طالت الأيام وانفسح العمر. ونحن أناس لا توسط عندنا، لنا الصدر دون العالمين أو القبر. تهون علينا في المعالي نفوسنا، ومن خطب الحسناء لم يغلها المهر. أعز بني الدنيا وأعلى ذوي العلا، وأكرم من فوق التراب ولا فخر.